واعتبارا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر ولأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، ولا سيما لتحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراس منظومة التربية والتكوين، بادرت هذه الوزارة إلى اقتراح مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الذي نسخ وعوض أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم التداول بشأنه والمصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسة السيد وزير التربية الوطني والتعليم الأول والرياضة، وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر. وقد تمت صياغة مضامين هذا المشروع بالاستناد إلى المرتكزات الأساسية التالية: أولا، تحقيق التكامل والانسجام من خلال اعتماد هندسة جديدة للهيئات والأطر عبر تفريغها في 3 هيئات بدلا من الهيئات الست الحالية، مع إحداث هيئة جديدة خاصة بالأساتذة الباحثين للتربية والتكوين. تجميع الأطر ضمن كل هيئة وفق معايير ترتكز على تقاطع وتكامل مهام كل منها. وضع تراتبية منطقية للأطر والدرجات تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة. ثانيا، الاستقطاب للمهنة من خلال اعتماد نظام لولوج مهنة التدريس يقوم أساسا على التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية وعلى الانتقاء الأولي لاستقطاب أفضل الكفاءات، وكذا الخضوع لتكوين تخصصي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفق نظام دراسة وتكوين يتلائم مع متطلبات الوظيفة. تحديد شروط التوظيف والشهادات والتخصصات المطلوبة. اعتماد مبدأ التباري لولوج مختلف الأطر. ثالثا، إلزامية التكوين الأساس والمستمر من خلال اعتماد التكوين الأساس مدخلا رئيسيا لتأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية والرفع من أدائها وكفاءتها المهنية. إقرار تكوين مستمر منتظم وجعله ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني. إحداث مسالك جديدة للتكوين. مراجعة شروط ولوج مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة. رابعا، تثمين الاستحقاق من خلال إقرار